في الستريننج اكشن عشان انقلها، فبوظفها في شويه ميمبرز جديده بنقلها من خلالها. بمعنى دلوقتي انا عايز اصمم الكونكشن اللي بتوين السترينجر اللي هي باللون الجري ده مع الكروس جيردر عشان انقل الستريننج اكشن في المكان ده، انقله من السترينجر للكروس جيردر. فبيقول لي خلي بالك ان الكونكشن على الاستاتيكال سيستم بتاع السترينجر. يعني هعمل كده واحنا بنصمم السترينجر، اتفقنا ان انا عندي حلين والله، يا اما ان انا اصممها سيمبل يا اما اني اصممها كونتينوس. طب حاله انها سيمبل، قال لي خلي بالك ان السترينج اكشن لما انت كنت بتصمم انها سيمبل، هو ماشي ان السترينجر عليها مومنت شير، بس ايه السترينج اكشن اللي عند السبورت؟ ايه اللي يتنقل عند السبورت؟ قال لك انت ما عندكش غير شير. هو الناس فاكره ان انا ما كانش عندي اي حاجه عند السبورت غير الشير. طب بالنسبة للمومنت، ما السترينجر اكيد كان عليها مومنت. طب بالنسبة للسبورت بقى، انا بتكلم على السترينج اكشن اللي يتنقل عند السبورت. السبورت هنا عندها شير وعندها زيرو مومنت، يبقى انا في حالة السيمبل ما عنديش في السترينج اكشن عند السبورت بتاعتي اللي هي كروس جيردر بقى، ما عنديش غير الشير. كانوا دايما يقولوا لنا ان الشير دايما بيتقاوم عن طريق الويب، الويب هو اللي دايما يشيل الشير. لو جيت ترسم شير ستريس هتلاقي ان الويب شايل الشير، الفلنجات بتبقى شايله حاجه ضعيفه قوي منه. طيب بما ان الويب هو اللي شايل الشير، يبقى انا هروح ادور على حاجه اربطها بتوين الويب بتاع السترينجر مع الويب بتاع الكروس جيردر. انا هنقل رياكشن من هنا لهنا، والرياكشن ده انا عارف ان هو محطوط في الويب، يبقى لما اروح احط كونكشن ادور على كونكشن تتربط مع الويبات، سواء الويب بتاع السترينجر او الكروس جيردر. فهتلاحظ ان دايما في الكونكشن السيمبل انا بحط شويه انجلز تنقل لي رياكشن من السترينجر توديه لي للويب بتاع الكروس جيردر. دي كده فكره الكونكشن السيمبل، ان انا بتعامل مع الويب بس. طب بالنسبه للحاله الثانيه، حاله الكونتينوس، لا انا لو افتكر بقى ان انا في السترينج اكشن بتاعت الكونتينوس، انا كان عندي نوعين من السترينج اكشن والله، كان عندي شير ده خلاص انا متعود عليه، وكان عندي مومنت لان انا كان دايما بيظهر عندي نيجاتيف مومنت. النيجاتيف ده يبقى المومنت ده موجود عند السبورت اللي انا بدور عليها اللي هي الكروس جيردر. طيب هعمل فيهم ايه؟ بالنسبه للشير انا عارف ان هو بيتقاوم بواسطه الويب، يبقى انا هدور على كونكشن اربطها مع الويب. طب بالنسبه للمومنت، لو الناس تفتكر توزيع المومنت ستريس، هتلاقي ان ماكسيموم ستريس ناتج من المومنت دايما بيكون في فلانجات، فدايما بنقول ان اللي بيشيل المومنت هو هي الفلانج. بالنسبه للستريننج اكشن اللي موجوده في الويب، هحط كونكشن اربطها مع الويب دي، وبالنسبه للستريننج اكشن اللي متشاله في الفلانجه هحط كونكشن اربطها مع الفلانجه بحيث انها تنقل لي الفرصه ان الفلانجه توديها لي للكروس جيردر. فهنلاحظ ان في الكونكشن بتاعت الكونتينوس انا عندي مجموعه انجلز خلاص اللي هي موجوده مع الكونكشن، وعندي كمان كونكشن حطيتها عباره عن بلتات مع الابر واللور فلانج تنقل لي الفورس اللي موجوده في الفلانجه هنا توديها لي للكروس جيردر. يبقى باختصار انا اعرف ازاي الكونكشن، الكونكشن دي هي توظيف للسترينج اكشن بتاعتي اللي موجوده عند السبورت، ده اللي بدور عليه. انا بنقل السترينج اكشن من السترينجر عايزه اوديها للكروس جيردر، فبعمل حاجه اسمها كونكشن. والله لو انا عندي شير بس، يبقى انا ما بتعاملش غير مع الويبات لان الويب هو اللي شايل الشير. طب لو انا عندي شير ومومنت، لا خلي بالك الشير شايله الويب، فهتروح تحط مجموعه انجلز تنقلك من الويب ده للويب الجديد، والفلانجات هي اللي شايله المومنت، فهتروح تحط بلتات، البلتات دي تنقلك الفورس ان الفلانجه للكروس جيردر، من فلانجه السترينجر يعني للكروس جيردر. ده كده الموضوع باختصار. ده المثال بتاعنا بيقول لي design and draw connection between stringer and cross girder knowing that stringers continuous. خلي بالي ان هو هنا اللي قايل لي نوع السترينجر، نوع الاستاتيكال سيستم. ممكن ما يقوليش يسيبني براحتي، ده دي ترجع لك بقى تحل اللي انت عايزه، لكن بدل الزمك بحاجه يبقى انت لازم ملزم تحل باللي اداهولك. بيقول ان السترينجر بتاعتي continuous over cross girder، مديني شويه ستريننج اكشن مومنت وشير، بس خلي بالي ده المومنت والشير بتاع السيمبل كيس، انت بقى تتصرف وتحلها. بس ده كده الستريننج اكشن اللي طالع من حاله السيمبل. نوينج ذات سترينجر لازم يديني ابعاد، لان انا هرسم والرسم نص الحل، نص الدرجه او اكتر من نص الدرجه كمان، الرسم مهم. يوزنج هاي سترينث بولت ام 24
انت دايما هتلاقي ان انت في الكباري بادئ بدايتك دايما في المسامير ام 24 جريد 10 9، لانها يعني تبقى هاي سترينث بولد. البي اس 5 55 من 100 طن، المسامير اللي انت مستخدمها كاتيجوري بي. المسامير دي بتكون فريكشن تايب، بمعنى ان المسمار انا قبل ما احطه ببقى معرضه لقوة تنشن. اول ما بيتحط في المكان اللي هربط فيه بيبدأ يتفك بقى، ما بيتفك بيبدأ يضغط على اللي حواليه، فالمسمار بيبقى متأثر بقوة فريكشن، فانا بصممه على القوة دي. يبقى انا هنا مديني ده كده الكباستي يعني بتاعت المسمار اللي بيشيله، بيشيل 5 55%، مديني ستيل 44. متفقين ان احنا اقل حاجة نستخدمها في الكباري ستيل 44. طيب عشان ابدأ في حل الكونكشن، قلت لكم من شويه يهمني قوي اعرف ايه السترينج اكشن اللي عندي عشان اعرف انا هحط كونكشن لايه اصلا. فاول حاجه اروح احسبها السترينج اكشن، لو دي كروس جيردر ودي السترينجر، فايه اللي هيتنقل من السترينجر للكروس جيردر في حاله الكونتينوس؟ والله عندي شير، الشير عباره عن دي كده كنت الشير موجوده يمين وشمال، فهتلاقي ان انت عندك نفس كنت الشير موجوده يمين وشمال. طيب وعندي ايه كمان؟ عندي مومنت، هتلاقي برضو ان نفس كومة المومنت دي موجودة يمين الكونكشن وشمال الكونكشن. طيب قيمتها قال لك ان الشير هتاخده 1.2 قيمة الشير اللي هو مديها لك في حالة السيمبل كيس، يطلع بالرقم ده. والمومنت هتاخده بما ان ده المومنت نيجاتيف، فهتاخده 75% الام ديت زائد لايف زائد امباكت في حالة اللي هو مديها لك السيمبل كيس. يعني هو دايما هيديك استريننج اكشن بتاعت السيمبل، انت بقى بعد كده تحولها لحالة الكونتينوس اللي انت محتاجها. يعني يبقى دي كده الاسترينج اكشن اللي انا هصمم عليها. عندي شير هيتنقل من الويب ده للويب الجديد، يبقى اروح ادور على كونكشن اربط بيها الويبات دي مع بعضها. طب وعندي مومنت، المومنت ده هيتنقل من الفلانجه بتاعت السترينجر، المومنت ده هيبقى بعد كده انا احوله لقوتين مكافئين له، القوتين دول متركزين في الفلانجات، يبقى انا هروح ادور على كونكشن اربط بيها الفلانجه دي مع الكروس جيردر، ما هي دي اللي خلاص فيها الفورس اللي بدور عليه. معايا الشباب لحد دلوقتي؟ تمام يا باشمهندس، بس واحنا ضربنا في 1.2 ليه؟ انت الشير اللي انت حاسبه من شوية ده كان شير سيمبل، ان انت عندك كاميرا سيمبل مطلع لك كيو، لكن الشير بتاع الكونتينوس لو الناس فاكره بيبقى 6.10، 6.10 يمين و6.10 شمال، فمجموعهم 1.2. بس انت الكونكشن الواحد واتنين من عشرة دي انا بعتبرها موجودة يمينك وشمالك، ما باخدش 6.10، لا انا باخدها كلها على بعضها متأثرة اليمين في حالة الكونتينوس، بجمع الكونتين مع بعض. تمام يا باشمهندس. طيب هبدأ بقى دلوقتي، انا بقى عندي 2 سترينج اكشن، ده معناه ان انا عندي 2 كونكشن، واحدة عشان تشيل الشير فهقول ان انا عندي كونكشن تو ريزيست الشير، وعندي مومنت فهيبقى عندي كونكشن تو ريزيست مومنت. يبقى على حسب عدد الاسترنج اكشن اللي عندك هتظهر الكونكشن اللي انت هتستخدمها. يبقى بالنسبه للكونكشن تو ريزيست شير هنبدا نرسم بقى، انا هرسم الكروس جيردر بتاعتي. طبعا الناس مركزه لحد دلوقتي او واخده بالها ان انا بنقل الاسترنج اكشن بتاعت سترنجر، فكل تعاملاتي في الفورسز اللي عندي انا بتعامل مع سترنجر، الناس تبقى واخده بالها من الحته دي. هتبدا ترسم ان الكروس جيردر مرتكز عليها يمينها وشمالها سترينجر، وبرده نبقى واخدين بالنا ان سواء انا في حاله سيمبل او حاله كونتينوس السترينجر بتاعتي ما بتبقاش مكمله، ما ببقاش فاتحه لها فتحه في الكروس جيردر ومدخلاها في حاله الكونتينوس، لا هي في كل الحالات واقفه على وش الويب. بعد كده بقى الكونكشن هي اللي بتشتغل الشغلانه دي بقى، شغلانه السيمبل ولا كونتينوس. فرسمت الكروس جيردر بتاعتي، رسمت سترينجر يمين وشمال، واخد بالي ان انا هما الاثنين في منسوب واحد، فاكيد مش هبقى عارف ان انا هكمل الفلانجة بتاعت السترينجر اللي فوق الابر دي اكملها ازاي وهما في نفس المنسوب مع الكروس جيردر. فبالعقل كده اقطع في الكروس جيردر اللي هي تعتبر رئيسية بالنسبة لي، ولا اقطع في السترينجر اللي هي تعتبر سكندري بيم؟ لا اكيد هروح اقطع في السترينجر. فتلاقي انت دايما بتعمل زي شطفة كده في الفلانج لحد ما تعدي بس الجزء بتاع الكروس جيردر، وهنا المفروض بيبقى فيه كيرفيتشر كده، بس انا عشان انا اللي رسمها بايدي الناس تبقى ترسم ان ده قطاع هوت رولد. الناس اللي عندها قطاع هوت رولد يعني بيبقى فيه كيرفيتشر كده في الويب مع الفلانج، بيبقى حته واحده يعني مش قطاع بالطاب، لكن اللي قطاع بالطاب هيرسمها زي كده.
انا دلوقتي عندي شير يمين وشمال، خلاص انا اتفقت معاكم عليه. ده طبعا الشير في حاله الكونتينوس هيبقى 1.2 يو ديد زائد لايف زائد امباكت، عشان الناس ما تتلخبطش. طيب الشير ده عشان انقله من الويب ده للويب ده هعمل ايه؟ مبدئيا قبل ما نبدا انا عايزه اتفق معاكم على اتفاق. انا وانا بحل دلوقتي هتلاقوني ان انا بحل نص كونكشن، والنص التاني خلاص بقى ما انا هعمل له سيمتريه الناحيه التانيه، بس كل حلي ان انا بتعامل مع نص كونكشن. فانا خدت هنا سنتر لاين في نص الويب وبرسم نص الويب. لو جيت هنا ببص فوق فهرسم نص الويب، وهيظهر لي عندي هنا لما اجي اقطع كاني قطع هنا، خليني اقطع هنا احسن، هيظهر لي نص الويب من هنا اللي هو ده، ويظهر لي بعد كده ايه، يظهر لي الويب بقى بتاعت السترينجر. طبعا الويب مكمله لحد ما واقف على وش الكروس جردر، الفلانج الابر بس هي اللي انا ايه قطعها، لكن الويب مكمل لحد ما يرتكز على الوش بتاع الكروس جردر، ورسمت الويب بتاع السترينجر. طيب بعد كده عايز انقل الشير من الويب ده للويب ده، فقال لك حط مجموعه انجل. الانجل دي هحط لها شويه مسامير. المسامير دي بقى انهي؟ عندي مجموعتين مسامير. اول مجموعه هتلاقيها مربطه لك الانجل مع ويب السترينجر. يبقى المجموعه دي بتعمل ايه؟ المجموعه دي بتشيل لك قوه الشير اللي موجوده في الويب بتاع السترينجر توديها للانجل. هي دي وظيفتها، تنقل الشير تحطه في الانجل. يبقى لو انا عايز احسب عدد المسامير دي هحسبه ازاي بقى؟ قال لك انت عندك قانون بيساوي عدد المسامير بيساوي قوه الشير اللي عندك على الكباستي بتاعه المسمار. يبقى الكيو على البي اس، البي اس دي خلاص اتفقنا عليها فريكشن فورس، او فريكشن فورس اللي على المسمار، ودي المفروض انها تتجاب من جداول بس في الامتحان هتبقى جيفن، وانا حاطه لك الجدول بتاعها في الاخر في السكشن. طب امال ايه الان دي بقى؟ عدد اسطح القص. ليه بقى؟ لان انت عندك دلوقتي مهما كان نوع الاسترنج اكشن بتاعك المسمار متعرض لقوه قص، قوه شير. فانا دلوقتي ببقى خايف المسمار يتقص في المكانين دول. قوه الشير اللي هتيجي هتقص لك في الاماكن الفاصله اللي على المسمار، ما المسمار دلوقتي مربط ثلاث حاجات، ده مربط اتنين انجل ومربط ما بينهم الويب بتاع السترنجر. فالمسمار لو حصل له قوه قص هيتكسر فين؟ يعني معنى اصح مكان الكسر اللي هيحصل في المسمار هيحصل في الاماكن الفاصله دي، يا ده يا ده. يبقى عدد اسطح الكسر هنا اللي هتحصل في المسمار كام؟ ال ان ب2. يبقى لما نروح نعوض، عوضت بقوه الشير اللي عندي على ال ان ب2 في البي اس اللي هي تعتبر الكباستي بتاعه المسمار، يعني يقدر يشيل لحد قد ايه. طلع الرقم ده 3.8، طبعا اكيد مش هستخدم 3.8 مسمار، فهقربه لاقرب رقم صحيح. يبقى انا محتاج في الان واحد اربع مسامير، ام 24 جريد 10 9. الاربع مسامير دول يعملوا لي ايه؟ الاربع مسامير دول يشيلوا لي قوه التشير اللي موجوده في الويب يودوها للانجل. هي دي وظيفتهم، يظهر لي الاربع مسامير دول تحت، ترصهم تحت كده، هترصهم على مسافات مسافه بيتش من 3 ل 6 فاي. شوف بقى انت مستخدم هنا ام 24 يعني 2.4 سنتي، يعني تضربها من 3 ل 6 وتحسب البيتش دي وترص الاربع مسامير بتوعك وتقفل الانجل. عاده ارتفاع الانجل دي بيبقى 8.1 اتش سترينجر، هو عاده بيطلع كده، فانت ممكن تحسبها وتروح ترسمها بالشكل ده وترص الاربع مسامير جواها على اساس كده، تبعد نص بيتش وتكمل الاربع مسامير. نفس اللي عملته يمين، انا قلت ان انا بحل نص كونكشن، يبقى نفس اللي عملته الناحيه اليمين هعمله الناحيه الشمال. هحط برده الاثنين انجل دول عشان ياخدوا لي الفورس من الويب الناحيه دي ينقلها لي للويب ده بمجموعه المسامير ان واحد. برده هتظهر لي الانجل تحت هنا بشكلها الحقيقي او بالفيجن ليها، يعني انا كاني انا ببص كده، ويظهر لي نفس الاربع مسامير اللي انا لسه حاسبهم. طيب انا دلوقتي الفورس موجوده في الانجل لسه ما وصلتهاش للكروس جردر، اوصلها للكروس جردر ازاي بقى؟ احط بقى مجموعه مسامير تانية، فيظهر عندي ان انا عندي حاجه اسمها ان خلاص دول الان واحد اللي انا خلصتهم. طيب نزل مجموعه المسامير التانية بقى مكانها فين؟ قال لك انت قبل من شويه كانت الفورس موجوده في الانجل دي، طب خلاص اوديها فين الفورس؟ انا عايز انقل الفورس من هنا للويب الجديد بقى، للويب بتاع الكروس جردر. فتحط مسمار يربط لك من الانجل دي للويب، فحطيت مجموعه مسامير. مجموعه المسامير دي اللي ظهرت دي اللي هي موجوده في وشك، في وش الاليفيجن هنا وفي ظهرها، وفي ظهر السترينجر، الاثنين مع بعض انا بسميهم ام 2، هما الاثنين انا بحسبهم. هي دي كده مجموعه المسامير الجديده بالنسبه لي. طيب لما اروح احسبهم هتعوض في نفس القانون،
انت عندك برضو المسمار متعرض لقوة شير، يبقى الان بولت 2 بتساوي ايه؟ الشير على الكباستي بتاعته في عدد اسطح الكسر. طب فين اسطح الكسر بقى؟ انا من شويه كنت بقول لك انا بتعامل مع نص كونكشن، يبقى لو انا واخده كده نص كونكشن، ده هنا سنتر لاين وده الويب بتاع السترينجر. انا عايز احسب ايه دلوقتي؟ انا عايز احسب مجموعه المسافات دي. يبقى فين عدد اسطح الكسر؟ لما تتكلم على اسطح الكسر ما تبصش غير على مسمار واحد. انا العدد اللي هطلعه عدد البولت نفسها هي المسمارين دول، عدد الاثنين دول مع بعض، يعني هما الاثنين جلوب واحد. بس انا لما اتكلم على عدد اسطح الكسر انا ما ببصش غير في مسمار واحد، اشوف المسمار الواحد هيتكسر في كام مكان. بالعقل دلوقتي المسمار ده رابط ايه وايه؟ ده رابط انجل من هنا ونص ويب. يبقى فين المكان اللي ممكن يتكسر فيه؟ ما عنديش غير مكان واحد، هو المكان ده، هو رابط حاجتين. انا بتكلم على نص كونكشن، محدش يبص على الكونكشن كلها عشان اللخبطه. لما اتكلم على نص كونكشن فالمسمار ده رابط انجل ونص ويب، يبقى لما يجي يتكسر يتكسر في مكان واحد. يبقى لما اجي اعوض هنا هعوض بالان بواحد، نفس قوه الشير عادي خالص، نفس البي اس بس الان مختلفه، طلع لي الرقم ده. الرقم ده تقربه لاقرب رقم زوجي. ليه بقى؟ لان مجموعه المسامير اللي انا مطلعها دي هي المسامير اللي هحطها في وش الويب هنا، وش ويب الاسترنجر، وهحطها في ظهرها، هما الاثنين مع بعض جروب واحد. فالعدد اللي انت هتطلعه ده هتقسمه على الاثنين. انا هنا طلع لي 6 و17، يبقى المفروض ان انا هاخدهم 8. ال 8 دول احطهم ازاي؟ احط 4 في الوش و4 في الظهر. يبقى الاربعه اللي ظهروا دول ظهروا لك هنا، يبقى 4 اهو في الوش، دول كده ان 2. نرجع تاني، دول كده ان 2 اللي انا محتاجها، الاربعه دول، وفي 4 كمان في ظهرهم، يبقى هم دول الثمانية كلهم على بعضهم اللي انا طلعتهم. دي كده الكونكشن تو ريزيست شير. اول مجموعه مسامير كانت بتنقل الشير من الويب للانجل، تاني مجموعه مسامير كانت بتنقل الشير من الانجل للويب الجديد بقى بتاع الكروس جيردر. يبقى دي كده الكونكشن تو ريزيست شير. حد عنده مشكله يا شباب لحد دلوقتي؟ لا تمام يا باشمهندس. تمام. طيب بالنسبه بقى للستريننج اكشن الثانيه، انا خلاص اتصرفت في الشير وعرفت انقله. طب بالنسبه للمومنت كده الكونكشن اللي انا لسه هخلصها، خلصت الان واحد وخلصت الاربعه دول بالاربعه اللي وراهم الان اتنين، تمام كده نقلت الشير. طب بالنسبه للمومنت، قال لك ان انت عندك مومنت يمين وشمال اتفقنا عليه وعرفنا قيمته. المومنت ده المفروض ان هو بيعمل ماكسيموم ستريس. الماكسيموم ستريس دايما بيبقى متركز في الفلنجات، فانا بروح محول كده بطريقه مكافئه المومنت ده لعباره عن تو كابلنج فورسز. اي مومنت في الدنيا هو عباره عن اتنين فورس، يعني اي مومنت كده هو عباره عن ايه؟ عباره عن فورس تعمل تنشن وفورس تعمل كومبريشن، الاتنين مع بعض تلاقيهم بيلفوا ورا بعض كده، فاللفه ورا بعض دي انا بسميها تو كابلنج فورسز. التو كابلنج دول بيعملوا لك مومنت، فانا بحول المومنت لتو فورسز. فجيت هنا هبدا المومنت يعمل لي في الفلانجه اللي فوق تنشن ويعمل لي في الفلانجه اللي تحت كومبريشن، محدش عنده اعتراض في دي. طيب الفورس اللي في الفلانجه دي اعمل فيها ايه؟ هروح حاطط لها، لو رحنا بس نحسبها الاول، الفورس اللي بتتكون في الفلانجه هي عباره عن المومنت على الدبس. دايما المومنت على الدبس يدي لك التو كابلنج فورسز اللي بقول لك عليهم دول. فالدبس بتاخده من السنتر للسنتر، هتاخده من السنتر هنا للسنتر ده، من سنتر الفلانجة بتاعت السترينجر الأبر لسنتر الفلانجة بتاعت السترينجر اللور. فخدت الاتش الدبس كله بتاع السترينجر، يعني التوتال دبس ناقص التي فلانجة بتاعت السترينجر. لما رحت عوضت طلع لي الرقم ده. يبقى دي كده الفورس اللي هي ايه اللي انا حولتها من المومنت، حولت المومنت اللي تو كابلنج فورسز بيأثروا لي في الأبر فلانج واللور فلانج بالقيمه دي. طيب الفورس دي اعمل فيها ايه؟ قال لك بالنسبه للتنشن راح احط له بليت، البليد ده بحط له شويه مسامير تنقل الفورس من التنشن اللي موجوده في الفلانجه دي توديها لي للكروس جيردر. زي ما عملت في التنشن هعمل في قوه الكمبريشن اللي متكونه لي في اللور فلانج، هحط برده بليد ينقل لي الفورس اللي متكونه في الفلانجه دي يوديها لي للكروس جيردر. بس ملحوظه بالنسبه للبليد اللي تحت، انا بفتح له فتحه في الكروس جيردر وبدخله منها، دي كده الكروس جيردر بتاعتي. لو انت بتبص هنا فالويب بتاع الكروس جيردر هتلاقي مفتوح فيه فتحه كده، الفتحه دي انا بدخل بيها البليت بتاعي، وبحاول على قد ما اقدر البليت اللور ده بالذات اخليه باقل ابعاد، لان انت بدات تعمل فتحات في الويب بتاع المين بيم بتاعتك. كروس جيردر تعتبر مين بيم دلوقتي، فانت يعني عملت فيها منطقه ضعف، منطقه الضعف دي ممكن تبقى مشكله في الاسترس اللي عليها.
فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اصغر ابعاد البليت اللور ده يعني اكتر ما يكون يعني. طب بالنسبه للابر، لا الابر بقى ما عنديش مشكله فيه، اكبره زي ما يكون، هي مش هتفرق معايا انا كده ولا كده. ده انا هحب كمان ان انا اكبر الابر بليت ده عشان يعوض لي القطع اللي انا خدته من الفلانج بتاعت السترينجر. خلي بالك ان انت المفروض الفلانج دي تبقى مكمله، ما هي شايله مومنت في المكان. طب انا دلوقتي قطعتها، فبحاول بقى ان انا يعني اعوض القطع اللي انا عملته ده او النقص في الماتيريال في المكان ده، ان انا اكبر البليت اللي فوق. طيب بس هناخد بالنا ان انا عشان الفلانجة اللي فوق دي انا مش مكملها، فاضطريت ان انا اكبر البليت لبره، لان انا لما احط مجموعة المسامير دلوقتي انا هحطها هنا مش هحطها جوه. ما احطها جوه هعمل بيها ايه؟ مجموعة المسامير اللي جوه دي هتبقى محطوطة مجرد تربيط وخلاص. مجموعة المسامير اللي شايلة فورس هي اللي بره، هي اللي شايلة ماسكالي الفلانجة اللي فيها الفورس اصلا مع البليت الجديد، عشان يروح بقى بعد كده الكروس جردر. هي الفايدة بتاعت البليت، وانا لما اربط مسامير جوه ما ربطش بره، طب انا ما استفدتش حاجه. لكن بالنسبه للور فلانج، اللور فلانج مكمله اصلا لحد وش الويب، فتلاقي تلاحظ ان البليت اللي تحت صغير عن اللي فوق، صغير عشان انا مش شرط، انا مش مضطر ابعد بره كده، ما انا هحط مجموعه المسامير بتاعتي هنا، ما هي الفلانج مكمله. هو ده الفرق بين الابر واللور، وهنشوفه دلوقتي في الرسم. طيب هبدا بقى دلوقتي احسب مجموعه المسامير اللي تنقل لي قوه التنشن او قوه الكومبريشن. هنلاحظ ان القوتين متساويين، فده معناه ايه بقى؟ معناه ان مجموعة المسامير اللي فوق عددها هو نفس مجموعة المسامير اللي تحت. بيبقى انا محتاج هنا شوية مسامير تربط لي ما بين الفلانجة بتاعة السترينجر مع البليت الجديد، ونفس مجموعة المسامير دول هما اللي تحت برضو تربط لي الفلانجة اللور فلانج اللي شايلة الكمبريشن فورس مع البليت. البليت ده بعد كده هينقل الكروس جردر. فلما تروح تحسب مجموعة المسامير، لو الناس فاكرة من شوية كنت بقول مهما كان نوع الاسترينج اكشن مسمار شايل قوة شير. لو خدنا بالنا اهو المسمار بيتقص في المكان ده، ده كده المسمار وجاي عليه فورس في الاتجاه ده، فالفورس دي هتعمل ايه في المسمار؟ تعمل فيه شير. اي فورس موازيه للسطح تبقى تعمل شير، لكن الفورس العموديه على السطح تعمل نورمال. يبقى عدد المسامير هيساوي التنشن او الكومبريشن على الان في البي اس. فالتنشن او الكومبريشن ده طلعت انا لسه حاسبه من شويه على البي اس، خلاص انا عارف قيمتها بجيبها من جدول او جيفن. طيب بالنسبة لعدد أسطح الكسر بقى، المسمار ده يتكسر في كام مكان؟ هو مش رابط غير ما بين حاجتين، رابط ما بين فلانجة وبليت، يبقى فين المكان اللي ممكن يتكسر فيه؟ هو مكان واحد بس، يبقى الإن بواحد. لما رحت عوضت طلع الرقم ده، الرقم اللي يطلع ده أنا هقربه لأقرب رقم زوجي. ليه بقى؟ لأن المسامير اللي بتطلع دي أنا ما برصهاش على صف واحد، برصها على صفين. يعني دلوقتي طلع 4.91%، فهتاخدها لأقرب رقم زوجي 6. الستة دول يترصوا إزاي؟ يترصوا 3 زي ما انت شايفهم كده، و3 جنبهم، هيبقى في 3 كمان في البلان هتشوفهم، لكن زي ما عملت فوق هتعمل تحت، طلع لك 6 برضو، فترص 3 و3 بترصهم على صفين. نفس مجموعة المسامير اللي انت طلعتها بقى الناحية دي هتكررها الناحية التانية. احنا قلنا ان انا عندي سيمترية، يبقى انا احتجت هنا 6، هحتاج 6 زيهم هنا. طب وتحت احتجت 6، هتحتاج 6 زيهم كمان. فاضل لي بقى مكان هتحس ان هو فاضي كده، اللي هو ايه؟ اللي هو ما بين البليت والفلانجه بتاعت الكروس جيردر. فتروح تحط له شويه مسامير. المسامير دي على فكره ملهاش اي تصميم، دي محطوطه مجرد انها محطوطه تربيط مش اكتر. وهنشوف دلوقتي بنرصها ازاي. يبقى ده كده بالنسبه لحسبه بس عدد المسامير. عايز انقل من فلانجه، عايز انقل مومنت، المومنت ده متركز عن طريق تو فورسز في الابر فلانج واللور فلانج، هروح احط مجموعه مسامير تنقل لي الفورس دي عن طريق البليت. يبقى ارص المسامير ازاي؟ لو ده كده بقى اللي انا وصلت له في الاخر، وصلت ان انا كان عندي الكروس جردر، عندي السترينجر، ربطت ما بينهم باربعه انجل، 2 في وشها و2 في ظهرها، الاربعه دول شالوا لي الشير، وربطت بابر بليت ولور بليت، البليتات دي شالت لي المومنت. طيب بالنسبه للابر بليت ارص المسامير ازاي اللي انا طلعتها؟ انا طلعت ان محتاج هنا 6 ومحتاج هنا 6، ارصها ازاي بقى؟ لو جيت تاخد سيكشن واحد واحد تبص كده بلين من فوق، ايه اللي هيظهر لك؟ هيظهر لك الكروس جردر تعمل لها اسقاط. طبعا الداش والسوليد ده انتوا مع نفسكم كده وانتوا قاعدين هتلاحظوها جت منين، انا بس عشان مش هعرف اعملها سوليد وارجع تاني اعملها داش وكده. فهترسم الكروس جردر عادي خالص كانك بتعمل لها اسقاط، ترسم السترينجر يمينها وشمالها. خدنا بالنا ان انا عندي السترينجر من فوق الفلانجه مش مكمله، يبقى انا فجيت انا هنا وقفتها كده. المسافات دي تبقى زي مسافات خلوص كده 2 سم،
يعني على الرسمه معاك تظهر لك 2 مللي، لكن طبعا الويب مكمل. لو خدنا بالنا برضو ان الويب مكمل عادي لحد الوش، لكن بالنسبه للفلانج الابر هي اللي واقفه على وش الفلانجه بتاعت الكروس جردر. نفس اللي عملته يمين هتعمله شمال، رسمنا كده الاسترنجر. ارص بقى مجموعه المسامير بتاعتي. انا احتجت 6 مسامير، قلت لكم ان انا ما برصهاش على صف واحد، برصها على صفين. فبتبدا تبعد هنا بيتش على الاثنين، البيتش دي بتحسبها من 3 ل 6 فاي. تبدا تبعد بعد كده المسمار الثاني على مسافه بيتش، وهكذا لحد ما تخلص الثلاث مسامير. انا هرص 3 في 2، انا طلعت 6 مسامير هرصهم 3 في 2. نفس اللي عملته فوق تعمله تحت، يبقى انا كده حطيت ال6 مسامير بتوعي. نفس اللي عملته يمين هتعمله شمال، تحط الستة التانيين، يعني دي سيمترية. بعد كده تروح تقفل البليد بتاعك، هتبعد هنا بيتش على الاثنين وتقفل البليد. اللي تعمله يمين تعمله شمال. طيب بعد كده قلت لكم من شوية أنا بحب أكبر البليد بتاعي ده، الأبر بليد بحب أكبره، عشان يعني بحيث إن أنا بحاول إلى حد ما يعوض لي النقص اللي أنا عملته لما قطعت في الفلانجة بتاعت الاسترنجر، عشان يشيل لي بس شوية في المكان ده. طب أكبره إزاي بقى؟ بتبدأ تاخد هنا تبعد زاوية مينيموم 15 درجة، مينيموم 15، اللي عايز يزود يزود، بحيث ايه ان انا المكان ده كده يبقى فيه زي اسموس كده، ما يبقاش الزاوية جوه، يعني حدش يقطع البليت لجوه، ده كده غلط، يعني انت بتعمل تركيز ستريس في المكان ده. فدايما لما تيجي تقطع البليت بحيث انه يعمل لك بره زاوية منفرجة، دي قطعية البليتات عموما، البليتات عموما، عشان ما يبقاش فيه تركيز ستريس في المكان ده. فتبدأ تبعد هنا زاوية 15 درجة وتقفل البليت بتاعك، زي ما عملت هنا تعمل في الاربع كورنرز، الاربع كورنرز دي، ده وده وده، تبدا تقفل البليت بتاعك. طيب بعد ما بعدت هنا برضو 15 درجه هتقف هنا على وش كروس جردر، تاخد بقى عادي يعني خط موازي كده الكروس جردر وتقفل البليت، يبقى ده كده البليت بتاعك. يبقى انا رسمت الكروس جردر والسترينجر، رصيت المسامير بتاعتي منها وشمالها، قفلت البليت ببيتش على الاثنين. بعد كده عشان اخد البليت بحيث انه ما يحصلوش تركيز للاجهاد، خدت زاوية 15 درجة مينيموم، اللي عايز يزود عنها يزود، بس دي مينيموم بالنسبة لك. قفلت البليت بتاعي بالمنظر ده. طيب أنا لحد دلوقتي عرفت عدد المسامير. طيب بالنسبة للمسامير اللي قلت لكم عليها من شوية إنها ملهاش تصميم، دي ليه موجودة فوق المسامير دي؟ تبدأ ترصها، تبعد هنا من على الوش الويب ده بيتش على الاتنين، بس تبدأ ترص على مسافات ماكسيموم بيتش بقى، أنت مش محتاجها، فترص على ماكسيموم. يجوا زي ما يجوا بقى عددهم، ما تفرقش معايا. انا هنا مثلا جم معايا 4 في 2 8 مسامير، خلاص عادي انت بتاخدهم بنفس الجريد بتاعت المسمار الاساسي بتاعك وترصهم على ماكسيموم بيتش. هم كده ولا كده ما لهمش تصميم، هم محطوطين للتربيط. انا المسامير الاساسيه اللي انا لسه كنت بحسبها هم السته دول او السته الناحيه الثانيه. تمام كده. بالنسبه للبليت انا ما عرفتش عنه اي حاجه لحد دلوقتي، انا عرفت المسامير بتاعتي، بس انت ما عرفتش ابعاد بليت. ابعاد البليت احنا خلاص هنجيبها من على الرسمه. طب بالنسبه لسكنس البليت هل تعرفه؟ ما تعرفش سكنس البليت. فنحط الاول ابعاد البليت. عندي هنا طول البليت ده عباره عن ايه؟ هتلاحظ ان هو البي فلانج بتاعه الكروس جردر من هنا لهنا، يبقى دي كده البي فلانج بتاعه الكروس جردر زائد المسافه من هنا لهنا مضروبه في 2 يمينها وشمالها. طب المسافه دي قد ايه؟ لو خدنا بالنا ان دي كده بيتش ودي بيتش، ومن هنا بيتش على الاثنين ومن هنا بيتش على الاثنين، يبقى ده كله 3 بيتش. ده معناه ايه؟ يعني عدد المسامير في البيتش يدي لك المسافه تروح تعوض. يبقى البي فلانج بتاعت الكروس جردر زائد عدد المسامير في البيتش، البيتش باخدها من 3 ل 6 فاي بولت يعني، او دي طلعت لي من 7.2 ل 14.4، عاده انا هاخدها 10 سنتي للتسهيل يعني لحساباتك. يبقى ال ابر بليت الطول بتاعه عباره عن 30 زائد 10 في 6. انا ليه قلت 10 في 6؟ ما انا هنا ظاهر عندي 3، عشان انت عندك 3 يمين و3 شمال، فانا قلت 3 في 2 يعني، يبقى 10 في 6 يدي لك 90 سم، يبقى طول البليت هنا 90 سم. طيب بالنسبه بقى لعرض البليت، نرجع بس كده. عرض البليت انت عندك بقى كذا عرض، فانت ممكن تكتب له هنا ان انت عندك هنا هو نفسه عرض الفلانجه بتاعه السترينجر، وممكن تدي له طول رأسي برضو، يعني كامل اطوالك رأسيه. دايما في قطعيات البليد بنحب ندي لهم اطوال رأسيه افقيه، فانت تدي له الطول ده برضو قد ايه. انت بتحسب من على الرسم على فكره، ابعاد البليد بتحسبها من على الرسم، انت حتى مش شرط تروح تعوض في القانون ده، انت لو رسم مظبوط هتحسب من على الرسم بتاعك. طيب انا كده عرفت ابعاد البليد بتاعتي، بس ما عرفتش السكنس. اعرف السكنس ازاي بقى؟
انا من شويه بقول لك ان الفلانجة دي بيأثر عليها قوه التنشن. قوه التنشن دي انا نقلتها من الفلانجة عن طريق للبليد، انا عملت كده مجموعه المسامير دي نقلتها من الفلانجة للبليد. طيب يبقى قوه التنشن دي تعمل لي ايه على البليد؟ عندك فورس بتأثر على مساحه، تعمل لك ايه؟ تعمل لك ستريس، تنشن ستريس. من عندي فورس بتأثر على المساحه دي، عندي هنا مساحه اللي هي عباره عن عرض البليد في السيكنس. طب انهي بقى عرض بليد؟ يعني اخد العرض الصغير ولا اخد العرض الكبير؟ قال لك العرض اللي بالنسبه لك كريتيكال، اللي هو يعني اكتر مستوى كسر ممكن يحصل عنده كسر للمسامير دي، المسامير دي ممكن يحصل لها انفصال من البليت وتتكسر، اكتر عرض هو العرض اللي عند ابعد مجموعه مسامير اللي هما الاثنين دول القريبين من الويب، دول كده ابعد مجموعه مسامير. ليه بقى؟ لان الناس لو فاهمه انتقال الحمل ده، انتقال التنشن فورس عن طريق المسامير، هو الى حد ما تلاقيه بيتنقل بالتلت، يعني تلت التنشن دي تشيلها مجموعه المسامير دي، بعد كده مجموعه المسامير دي تشيل التلت والتلت اللي قبلها فتشيل تلتين، بعد كده مجموعه المسامير دي تشيل التلت بتاع ده والتلتين بتاع ده فتشيل الفرس كلها. فاكتر مسامير بالنسبه لي تبقى كريتيكال هي المسامير القريبه من اللي جوه، المسامير اللي جوه اللي تبقى شايله الفرس كلها، يعني وصل لها خلاص كل حاجه. هتلاقي دايما ان مستوى الكسر اللي بخاف عنه هي للمسامير اللي جوه دي، لانها تبقى شايله زي ايه تجميعه كده للفرس، اللي قبلها دول على فكره ما بيبقوش شايلين الفرس بالكامل، المسامير اللي جوه دي هي اللي لحد ما فعلا بتبقى شايله الفرس بالكامل. يبقى انا خايف من مستوى الكسر ده. طب هيحصل ازاي الكسر؟ قال لك الكسر بيحصل في المستوى هنا ما بين المسمارين دول، ويبدا يبعد لحد ما بيوصل كده بخط عمودي على البليد، ده كده مستوى الكسر بتاعي. فانت تروح تحسب لي الطول ده وتضربه في السكنس، يبقى هي دي المساحه اللي متعرضه للتنشن ستريس. يبقى تاني انا عندي فورس تنشن بتاثر لي على الفلانجه، حطيت بليت ينقل لي الفورس دي، يبقى دلوقتي البليت هو اللي بقى شايل الفورس. طب الفورس دي بتاثر لي على مساحه عباره عن طول في عرض، العرض ده اللي هو سكنس، السكنس اللي انا بدور عليه. طب بالنسبه لعرض البليت بقى نفسه او طول البليت ده يعني اللي انا بدور عليه بيتاثر عليه بقوه التنشن، يحصل فين؟ صغير ولا كبير ولا في انهي مكان؟ لا، لقينا ان لما بيحصل كسر في المستوى في المسامير بيحصل بالشكل ده، ما بين المسمارين دول يبداوا ينفصلوا كده من البليت ويبدا يحصل كسر بس على المايل، المايل ده بيبقى مايل عمودي على البليت بتاعك. فانت رسمت وخلصت رسمك، هتروح انت تحسب ده من على الرسمه بالمسطره، تحسبه انت تقيسه. انا ما اعرفش احسبه كده بقوانين، تروح تقيسه بايدك. يبقى انا المساحه بتاعتي، المسافة بتاعتي اللي أنا بدور عليها ليه رابطة ما بين المسمار ده للمسمار ده، بعد كده تبدأ مستوى الكسر ما بيمشيش كده بالطول، لا بيمشي على مستوى مايل لحد ما بيقفل عمودي مع البليت، يبقى ده كده الطول اللي أنا محتاجه اللي هيتأثر بتنشن ستريس، بسميه إلا أبر داش. يبقى أنا بالنسبة للسكنس أنا عندي فورس بتعمل ستريس على مساحة، فالستريس ده هتروح تقارنه، الستريس الأكشوال اللي عندك اللي عبارة عن إيه؟ عبارة عن فورس على مساحة. طيب هتروح تقارنه بايه؟ تقارنه بستريس الاوبل، الستريس الاوبل بما ان ده قطاع بيلت اب دايما الكونكشن انا بتعامل معاك انه بيلت اب، فتقارنه ب 58% اف يلد. طيب الفرصه دي بتاثر على المساحه، انهي مساحه بقى؟ الناس لو ترجع بالذاكره كده في ثالثه في التنشن فورس، تصميم التنشن ممبر، تصميم التنشن ممبر كان في مكان الكونكشن بيحصل حاجه اسمها فراكشر. الفراكشر ده بيأثر على اريا نت، ما بيأثرش على الاريا بالكامل، لان انا المفروض ان انا ببقى فاتح كده مكان المسامير. لو جيت ان انا اخدت المساحه اللي انا بدور عليها ده الطول اللي هو ال ابر داش اللي انا لسه حاسبه من على الرسمه في السكنس، طب ايه المساحه دي قد ايه؟ المفروض ان انا ببقى شايل مكان المسمارين دول، ببقى كده بالمنظر ده، المسمارين دول كده انا ما باخدهمش معايا مكانهم، ببقى مفرغه منها. فانت تيجي هنا الاريا نت بتاعتك عباره عن سكنس اللي انت بتدور عليه مضروب فيه ال بتاعتك اللي انت لسه حاسبها من على الرسمه، بس تشيل لي منها بقى، تشيل لي منها ايه؟ تشيل لي منها قطر المسمار زائد مسافه خلوص، مسافه خلوص دي باخدها 2 من 10 سنتي. انت عندك كام مسمار؟ عندك مسمارين، فتضرب في ال ان دي هتبقى ب2، يعني كل ده كده عباره عن الطول تضربه في السكنس يديك المساحه اللي متاثره بالستريس. تروح تعوض، يبقى انا عندي استريس الالاوبل 58% اف يلد هساويه بالستريس الاكتشوال عشان احسب السكنس اللي يشيل الاستريس ده يعني، فهقسم هيبقى عبارة عن فورس على اريا، الفورس بتاعتي اللي انا حسبتها من شوية اللي هي تي بتساوي سي بتساوي المومنت على الدبس، على الاريا بتاعتي اللي هي عبارة عن الطول ال ابر داش بس الطول ده نت مطروح منه حيز المسامير مضروب في السكنس اللي بدور عليه. هتلاقي هنا عدد المسامير 2، ما عندكش غير 2 بس على الطول،
هتروح تطلع السيكنس طلع لك 68% سنتي. السيكنس ده انا باخده مينيموم 8 من 10 سنتي، مينيموم سيكنس في البليتات عندي 8 من 10 سنتي. طب لو طلعت اكبر، اكبر من يعني لو طلع مثلا دلوقتي معاك 85%، تعمل ايه؟ تقربه لاقرب 2 من 10 سنتي، يعني تاخده 1 سنتي يعني، بس انت المينيموم بالنسبه لك 8 من 10 سنتي. ده كده بالنسبه للابر بليد. يبقى انا رحت رصيت المسامير، قفلت البليد زي ما قلت لكم بزاويه مينيمم 15 درجه، بعد كده رحت حسبت السكنس بتاع البليد. حسبته ازاي؟ عندي فورس بتعمل استرس، الاسترس ده بيأثر على اريا. طيب الاريا دي احسبها ازاي؟ والله الطول اللي هيحصل عليك كسر في السكنس. وعرفنا ازاي؟ بناخد الطول اللي عليه الكسر، ابعد مجموعه مسامير اوصل ما بينهم بخط، بعد كده اقفل بزاويه عموديه على البليد بتاعي واحسب الطول ده من الرسم. طبعا انت وانت بترسم، ترسم بقى تحاول ترسم بسكيل 1 لـ100 ولا حاجه عشان تسهل على نفسك الدنيا. طبعا الرسم مهم مش هكررها تاني. بعد ما خلصت الحكايه دي تروح تعوض في القانون بتاع الاسترس، تقارنه بستريس اكتشوال بستريس الاوبل، اقصد الاوبل ده كانه بتاع تنشن ستريس اللي على منبر على بيلت اب، يعني 58% اف يلد، تطلع السكنس اللي انت محتاجه. انت كده خلصت الابر بليت. بعد ما تخلص الابر بليت تروح تشاور لي على المسامير دي، تقول لي دي قد ايه؟ دول كده 6 ام 24 جريد 10 9، ودول 6 ام كذا، ودي اي بي اي كذا، ودي اتش اي بي كذا، وتكتب لي الاطوال دي. مش مجرد انديكيشن كده، لا تكتبها لي فعلا مظبوطه. الرسم مهم وعليه درجات كتير. هتلاحظ دايما ان انا لما خدت سيكشن واحد فوق فالبليت اي حاجه تحت البليت داش، فتلاقي ان كل الخطوط اللي تحت البليت دي كده داش. بعد ما تخلص ما تنساش ترسم مجموعه الانجلز اللي انا كنت حاططها للشير اصلا، يبقى حطها بس ان هو يبقى شايف ان انت عملت ايه في الشير، بحط مجموعه الانجلز دي. حد عنده مشكله يا شباب في الابر بليت؟ باشمهندس اتفضل. هو الدكتور قال ان التابلت ب 20 مللي وما اتكلمش على تصميمه. هو انا بس مش سامعه. هو حضرتك الدكتور قال ان التابلت ب 20 مللي وما اتكلمش قصدي على تصميمه. لا لا التصميم معاك، ممكن بس الدكتور ما اتكلمش على الديتيلز، لكن التصميم معاك. يجيلك مسألة تصميم بس لازم تطلع كل حاجة، التصميم معاك. هو انا عارفة المحاضرة دكتور، بس ما قالش المسألة ان ديتيل مش اكتر، لكن التصميم معاك. طب وانا باشمهندس بفرد الوصله دي واحط فيها المسامير بعد كده، ولا هو خلاص برسم الرسم بس وخلاص؟ ايه انا مش عارفة ايه المشكلة عندي في السماعة ولا ايه، عشان انا مش سامعاك. يعني طب انا حضرتك اقوم معلش تاني. ماشي معاك. تمام، يعني انا بفرد البليت وببين عليه اماكن المسامير ولا لا؟ هي لا لا انت مش هتفرده بره، لا هو مكانه كده وخلاص. انا مش عايزه غير سيكشن واحد واحد زي ما رسمنا كده. تبدا ترص مسامير، تقفل بليتك، تقفله بزاويه 15 لحد ما يظهر لك شكله خلاص، تكمل بقيه المسامير اللي هي ملهاش تصميم دي. بعد كده تروح تكتب الابعاد اللي عندك اللي تعرف تحسبها، وبعد كده برضو تحط تكمل حلك وتحط البعد اللي هيحصل عليه كسر، وفي الاخر تكتب لي المسامير دي اسمها ايه وخلاص، بس كده. ده اللي طالباه منك. تمام يا باشمهندس. باشمهندس اتفضل. المسامير اللي احنا ما صممناهاش دي، البيتش هناخدها ب 14 و4 ولا ب 10 زي التانية؟ خدها ب 14، لا خدها ب 14، رصها على ماكسيموم بيتش. تمام. طب في اللي هو الزاوية اللي بتربط الويب، البعد التاني بتاعها بكام؟ معلش الزاوية دي يا شباب. طيب انا اتكلمت في الطول بتاعها 8 من 10 اتش سترينجر، يعني الناس ممكن تبدا تحطها 8 من 10 اتش سترينجر وترص المسامير اللي طلعت لك على اساس ده. طيب تمام كده. بعد كده الزاويه دي نفسها، الزاويه دي المفروض انها تروح تتصمم على كونستراكشن كونديشن. بمعنى لو الناس فاكره في ثالثه كنا بنقول لكم المفروض ان انا يبقى معايا كده مسافه بره اسمها 1.5 الفاي بولت، ومسافه من جوه المسمار لحد وش الانجل 1.75 فاي بولت، يبقى ده كلها على بعضها لحد وش الانجل 3.25 فاي بولت زائد السكنس. كنا بنروح نعمل تشيك على ايه بقى؟ ان الرجل دي كلها انا بسميها ايه؟ ان الاي اكبر من 3.25 فاي بولت زائد السكنس. كل ده على بعضها في الاخر الانجل دي تقريبا بتطلع لك انجل 80. فانت ممكن ما تعملش حكايه دي ولا حاجه، انت تكتبه على طول ان دي انجل 80 في 8، هي عاده بتطلع كده يعني. تمام. خلاص تمام مش مهم. طيب بالنسبه للور بليت بقى، انا كده خلصت الويبات وربطت وما عنديش مشكله،
خلصت الابر فلانج وربطتها وتمام وعرفت ابعاد الابر بليد. طب بالنسبه للور بليد ده برضو اللي انا وصلت له لحد دلوقتي، هروح اخد سيكشن 2 2، هتروح ترسم الكروس جردر بتاعتك وترسم انت هنا بتبص هنا قاطع هنا، فحته بقى مين الداش ومين السوليد انت الناس لما تقعد مع نفسها هتبقى مستوعباها يعني. المهم هتروح ترسم السترينجر بتاعتك يمين وشمال، خلي بالك ان السترينجر كلها واقفه على وش الويب بالفلانجه بالويب بكل حاجه، وبما اني قاطع فيها فطبعا السترينجر كلها ظاهره لك خطوط سوليد لان انا قاطع فيها، وقاطع في الويب بتاع الكروس جردر فبرضه كله هيظهر لك خط سوليد. زي ما عملت يمين هعمل شمال. بعد كده انا من شويه كنت مطلع لان الاربعه دي ست مسامير، يعني 3 في 2 3 وفي 3 كمان جنبهم، انا برص على صفين خلاص اتفقنا على كده. طيب احطهم ازاي بقى؟ تبدا تبعد برضو عادي خالص، بس هتبعد من الويب من الويب الويب بقى على طول، خليك ان الفلانجه مكمله لوش الويب، يبقى انا لما احط مساميري انا بحطها اصلا عشان من الفلانجه دي، فعلى طول انا كمان هحط المسامير من الويب على طول برضو. فتبعد بيتش على الاثنين من وش الويب وتحط مسمار، بعد كده بيتش كمان وتحط مسمار، بعد كده بيتش كمان وتحط مسمار. انا محتاج 3 في 2، يعني 3 في الصف ده و3 في الصف اللي جنبهم. زي ما عملت فوق تعمل تحت، زي ما عملت يمين تعمل شمال، يبقى دي كده المسامير اللي انت محتاجها. بعد كده تروح تقفل البليد بقى، تبعد هنا بيتش على الاثنين وتحط وتحط تقفيله البليد بتاعتك. ما اني هنا ببص هنا من فوق، فالبليد بالنسبه لي هو تحت الفلانجه بتاعت السترينجر، فهتاخد بالنا ان انا البليد هيظهر عندي خطوط داش لان انا اصلا قاطع في السترينجر، فالبليد تحت فمش هيظهر لي بس هيظهر لي خط داش. طيب اقفل البليد ازاي بقى؟ هنا بقى انا بحط بليد مستطيل. انا كنت بقول لكم من شويه انا بحاول اقلل ابعاد البليد على قد ما اقدر، فمش هقدر بقى اكبره زي ما عملت في القبر. انا اصلا هنا يعني فاتح له فتحه وعامل كمان منطقه تركيز ستريس حوالين الفتحه، عاده الفتحات بتعمل حواليها تركيز ستريس على فكره، فالمنطقه دي اصلا بالنسبه لي بقت كريتيكال. فخلاص انا هحاول على قد ما اقدر اقلل ابعاد البليد ده، بس بناخد بس فوق وتحت رفرفه كده صغيره من 1 ل 2 سم وتقفل البليد بتاعك. فبيبقى عندك ان عرض البليد ده كده عباره عن عرض الفلانجه بتاعت السترينجر زائد يمين وشمال من 1 ل 2 سم. طب بالنسبه للطول، لا ده الطول ده بتاخده بالظبط على قد المسامير بتاعتك ما بتزودش عنه. يبقى انا كده رصيت ال ان 4 يمين وشمال، هروح اطلع بقى ابعاد البليد بتاعتي. بالنسبه لل ال بليد عباره عن ايه؟ والله عباره عن التي ويب بتاع الكروس جردر زائد انا عندي هنا 3 بيتش وعندي الناحيه الثانيه 3 بيتش، يبقى 6 بيتش، يبقى عدد المسامير في البيتش بتاعتي. يبقى التي ويب بتاع الكروس جردر زائد عدد المسامير في البيتش بتاعتي، انا هنا كاتبه مش عدد المسامير في البيتش هيساوي الرقم ده. الرقم ده تروح تقربه لاقرب رقم صحيح، يعني هيطلع لك 75% سنتي، خلاص هتاخده 62 سنتي. يبقى ده كده طول البليد بتاعي. طب بالنسبه للعرض، العرض هاخده البي فلانج بتاعت السترينجر زائد رفرفه من 1 ل 2 سنتي. انا هنا اخدت العرض بتاع الفلانج دي تقريبا 19 يعني او 18 مش فاكر فاكره بالظبط. المهم ان انا اخدت هنا تقريبا 1 سنتي، 1 سنتي يمين وشمال، فطلع في الاخر ايه 20 سنتي. طيب انا كده خلصت ابعاد البليد بتاعي. طب بالنسبه بقى للسيكنس بتاع البليد اعمل فيه ايه؟ نفس الفكره، مش انا الفلانجه دي اصلا كان بيأثر عليها كومبريشن جاي من المومنت من البندنج ستريس، فبيعمل برضو ستريس على الاريا دي. طب ما انا حطيت البليد ده عشان انقل الفورس الكومبريشن من الفلانجه دي للكروس جيردر، ده معناه ايه؟ معناه ان البليد برضو متعرض لقوه كومبريشن، الكومبريشن ده هيعمل عليه ستريس. طب هيعمله فين؟ هيعمله على مساحه بالشكل ده كده. المساحه دي عرضها وطولها يعني هو البي بليت في السكنس اللي هو اللي انا بدور عليه، السكنس بتاع البليت بقى. انا المساحه دي كده متعرضه لاريا متعرضه لستريس اقصد. طب المساحه دي هتبقى برضو على ستريس ايه؟ لما جيت هنا نعوض يبقى انا عندي ستريس بيساوي فورس على اريا، هقارنه بالستريس الاوبل 58% اف ييلد. الاريا بالنسبه لي هنا بي بليت في التي بليت. طيب هو ليه ما خدتش اريا نت زي ما عملت من شويه؟ لان دي جود كومبريشن، الكومبريشن بيأثر على الاريا بالكامل. لو الناس برضو تفتكر في ثالثه قوه التنشن في مكان المسامير تأثر على الاريا نت، لكن قوه الكومبريشن لا، قوه الكومبريشن تأثر على الاريا بالكامل. فتلاحظ ان انا هنا اخدت الاريا كلها عشان دي قوه كومبريشن، فالاريا بالنسبه لي هي البي بليت في التي بليت. هتروح تعوض
هيبقى ما عندكش اي مجهول غير التي، تساوي الاستريس ده بالاستريس الالوبل 58 من مية اف يلد، فدول يطلع لك التي بليت، التي بليت تطلع لك 85 من مية سنتي. قلنا نقربها لاقرب رقم صحيح، فانا هاخد التي بليت 1 سنتي، نفس اللور بليت نفس الابر، بس اسهل بكتير لان انا اخدت البليت بالظبط على المقاس بالظبط مستطيل، ورحت لقيت ان انا الاريا بتاعت البليت هنا لما جيت هنا اقطع هنا بيتاثر عليها فورس كومبريشن، الاريا دي هاخدها بالكامل لان دي كومبريشن فورس. كومبريشن دايما اصلا يعني عاده على فكره الكومبريشن في مكان الكونكشن بتزود لي الاسترنس في المكان ده، يعني بتبقى اصلا حاجه كويسه وجود الكومبريشن في الكونكشن حاجه كويسه على فكره، غير التنشن، التنشن بيعمل فراكشر. فلما رحت اعوض عادي في القانون عادي ان انا بساوي الاوبل باكتشوال عشان احسب المجهول بتاعي، طلع لي الثيكنس كذا قربت من 10 سم، طلع لي 1 سم. الناس هتخلص رسم تحط الابعاد، تكتب لي دي اسمها ايه، دي كروس جردر، ماشي انا عارفه انا كروس جردر، بس تكتب لي هي ايه اصلا، اتش اي بي كذا، تكتب لي اي بي اي كذا، تكتب لي المسامير اللي هي طلعتها كام، تكتب لي البيتش خدتها قد ايه، انت بتاخدها من 3 ل 6 فاي، تاخدها 10 سم مثلا، تكتب لي ان انت اخدتها كذا، عايزه كل حاجه تبقى واضحه في الرسم. يبقى انا ده كده انا خلصت الكونكشن اللي بتنقل لي قوه الكومبريشن اللي كانت موجوده في اللور فلانج، خلصتها بمسامرها، خلصتها بابعاد البليت. حد عنده مشكله يا شباب في المثال ده؟ احنا لسه مخلصناش. باشمهندسة البيتش لازم تكون عدد صحيح يعني 10 سنتي مثلا 15 سنتي كده ولا لا عادي؟ هو مش لازم، لا مش لازم، طب بس يعني بالنسبة رقم مقبول يعني. يعني ينفع عادي تبقى 10 و2 من 10 الكلام ده ايوه صح؟ عادي، اه صح، ايوه عادي. طيب بالنسبة للرسم على ورق A4 عادي؟ ورق عادي السكتش اللي انت بتحل فيه بايدك، انت في الامتحان هتكتب في هترسمها في ورقة الاجابة، خلاص ماشي تمام. بس الرسمة تبقى واضحة، ما تبقاش رسمة صغيرة كده مش واضح فيها حاجة، لان انا بقول لكم دي عليها نص الدرجة تقريبا، الرسمة تبقى واضحة. طيب نفس المثال تاني معايا، بس المره دي بيقول لي ايه بقى، برضو خلي بالي ان هو بيقول لي ديزاين اند درو، هو بيطلبها مني الكونكشن بتوين سترينجر اند كروس جيردر. قال لي المره دي بقى خلي بالك ان انا عايز السترينجر، انا عايزها سيمبل، فاعمل لي كونكشن سيمبل، انا حر بقى، مديني السترينج اكشن بتاعت السيمبل، بعد كده بقى مديني الابعاد اللي هحتاجها، مديني جريد ام 24، وانا دايما اصلا هستخدم ام 24 جريد 10 9 عموما، مديني البي اس هيديها لي جيفن، مديني ستيل 44، لو ما قاليش انا هستخدم برضو ستيل 44. طيب ايه اللي انا محتاجه بقى دلوقتي، هو بيقول لي كونكشن سيمبل، يبقى انا عندي ستريننج اكشن ايه، اتفقنا مع بعض نوع الكونكشن هو اللي على اساسه انا او نوع الاستاتيكال سيستم بتاع السترينجر هو اللي على اساسه بشوف الكونكشن، هو قال لي ان السترينجر سيمبل يبقى كونكشن سيمبل. طب السيمبل دي بقى بتديني ايه، ما عنديش غير نوع وحيد بس من السترينج اكشن، عندي شير. طب هل انا عندي مومنت؟ لا، انا بدور على المومنت اللي عند الكروس جيردر، مش شايله اي مومنت، ده جاي لها زيرو مومنت، يبقى ده كده مش معايا، يبقى انا ما عنديش غير شير، والشير المره دي اللي هو مديهولي بتاع حاله السيمبل ما عنديش غيره، بيبقى موجود يمين وشمال، يبقى كيو ديد زائد لايف زائد امباكت اللي هو مديهولي هو ده اللي هدخل احل بيه. نفس الحل بقى، انا ما عنديش غير حاجه واحده كونكشن تو ريزيست شير، اروح احسبها. طب احسبها ازاي؟ ان انا عندي المفروض ان انا هي هتظهر دلوقتي، بس هرسمها، بس ان انا عندي هنا انجل وهنا انجل، الانجل دي حاططها احط لها شويه مجموعه مسامير هنا تنقل لي الفرص من هنا للانجل، بعد كده احط مجموعه مسامير كمان اللي هما الاثنين دول تنقل لي الفرص من الانجل للوب الجديد، فتروح ترسم، تروح تحسب اقصد، يبقى اول مجموعه مسامير اللي هما دول اللي هما مع الانجل دي اللي في وشك واللي في ظهرها، هساوي الشير على الان في البي في الاس، ايوه اللي هي دي بقى، دي مجموعه المسامير اللي انا بحسبها، فلان طبعا عرفنا ان هما مستويين قص، تروح تعوض يطلع لك 2.57 من 100، يبقى انت محتاج كام مسمار؟ قرب لاقرب رقم صحيح، انت مش محتاج غير صف واحد اصلا، يبقى كده انت محتاج 3 مسامير، هتحط ال3 مسامير هنا زي ما حطيتهم هنا، تحطهم شمال الويب، تحط ال3 مسامير دول، الثلاثه دول اللي هما دول اللي هما اللي ظاهرين لك واحد في البلان يعني، بعد كده تروح تحسب مجموعه المسامير التانيين بقى اللي ينقلوا لك الفرص من الانجل دي للويب الجديد، مجموعة المسامير دي بتساوي الشير برضو نفس القانون، مهما كان نوع السترينج اكشن عندي مسمار متعرض لقوة قص، فلان بولت 2 بيساوي الشير على الان في البي في الاس، روح تعوض، الفرق الوحيد بس ان الان بالنسبة لك هنا واحد، ليه بقى؟
لان انا بتعامل مع نص كونكشن، الناس ما دماغها ما توديهاش وتجيبها في حته ان هو شايف ان المسمار هنا رابط اتنين انجل وما بينهم الويب. لا، انا بحل نص كونكشن، خلي بالنا. يبقى انا اصلا مش شايف الجزء ده خالص ولا كانك شايفه، انت بتحل بس تتعامل مع التو انجلز دول اللي هما الناحيه اليمين، لما تخلصهم يبقى هما زيهم بقى الناحيه التانيه. فهنا ال ان هي واحد لان انا عندي التو انجلز دول رابطين لي ما بين انجل، المسمار يعني ده رابط ما بين الانجل وما بين نص ويب، فلو اتكسر اتكسر في المكان ده بما اني بتعامل مع نص الكونكشن. يبقى كيو على ال ان في البي في الاس، لان بواحد البي اس بخمسه 55% يطلع الرقم ده. الرقم ده اتفقنا ان انا بقربه لاقرب رقم زوجي عشان انا برص على الصفين، الصف اللي في وشي هنا ده، الصف ده كده، والصف اللي ايه اللي في ظهره. فطلعت لي 5 14%، فاخترتهم 6. يبقى انا هحتاج 3 بولت ام 24 في 2 كولم، يعني 3 في 2، ان رصص 3 هنا في وشي، يعني بقول له ان انا رصص لك هنا 3 وفي كمان 3 ناحية التانية. انا كده خلصت، دي كده كونكشن في حالة السمبل. ما انا ما عنديش غير شيل، رحت حسبت عدد المسامير اللي هحتاجهم عشان ينقلوا الشيل. ايه الرسمة المطلوبة مني؟ والله مطلوب مني ان انا ارسم الرسمة دي، ومطلوب مني ان انا ارسم له بس الويبات بالانجلز، انا ما عنديش اي حاجة تانية. فالكونكشن السمبل دي حاجة بسيطة قوي، ترسم بس الاليفيجن، توضح له الاي بي اي، توضح له الاتش اي بي، توضح له الانجلز بتاعتك، تحط له ابعادك، تقول له الانجل دي 80 في 8، تقول له ان انا هنا استخدمت 3 ام 24 جريد 10 9، تقول له ان انا هنا استخدمت 3 في 2 ام 3 ام 24 جريد 10 9 في 2 كولم عشان يبقى عارف ان في 3 في ظهرهم، وهكذا. هو ده اللي انا محتاجاه منك، وترسم الويبات وما بينها الاربعه انجل. ده اللي انا بس محتاجاه في حاله الشيء، ما عنديش غير سترينج اكشن وحيد، حطيت له مجموعة أنجلز بمجموعتين مسامير. حد عنده مشكلة يا شباب في المثال ده؟ لا تمام مش مهم. بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي ديزاين اند درو كونكشن. طيب تمام، حتى لو ما قاليش كلمة درو دي احنا هنرسم. انا قلت اهو تنبهت هنرسم عشان بتتحاسبوا عليها. ديزاين اند درو كونكشن بتوين سترينجر اند كروس جيردر. بس انهي سترينجر بقى وكروس جيردر؟ لا ده موضح لي المكان اند براكت، ومديني السترينجر بتاعتي اي بي اي كذا، مديني الكروس جيردر اتش اي بي كذا، مديني الشير ديد زائد لايف زائد امباكت قيمته كذا. ده طبعا السترينج اكشن اللي بيديها لي بيبقى مديني السترينج اكشن بتاع حاله السيمبل كيس يوزنج هاي سترينث بولت ام 24 جريد 10 9، مديني بي اس بكذا. حتى لو ما هو هيديها لي جيفن، يعني حتى لو ما اداهاليش انتوا اكتبوها على طول الرقم ده ستيل 44. طيب ايه بقى الاند براكت دي؟ نرجع بقى بالذاكره شويه كده سيكشن لاي اوت. لو انا برسم مين جردر ما بينها كده الكروس جردر بتاعتي، وبيعدي هنا كده سترينجر، كنت انا باجي في الاول وفي الاخر بعمل ايه؟ طب اقول لكم بس ايه، رفرفه كده من 3 ل 35% متر يمين وشمال. وزي ما كنت بسيب رفرفه في المين جيردر كانت السترينجر برضو بتطلع بال 3 دي. طيب ليه بقى؟ انا دلوقتي عندي هنا شويه قضبان السكه الحديد اللي بيمشي عليها. طيب تمام، والمفروض ان انا الكوبري ده بيسلمني من منسوب لحد ما يطلعني على الطريق بره، المفروض ان في طريق بقى هنا كده مكمل يطلع القطر هنا. فلو انا مش عامل الرفرفه دي، خلي بالي من حاجه، ان انا ما بجيبش كده وش الكروس جردر دي اروح احطها على طول جنب الطريق، لا لازم ابعد شويه عشان اعرف اصلا حتى اركبها. فانا عشان كده انا بطلع اصلا الثلاثة من عشرة دي، ما بروحش اجيب الكروس جردر اروح على طول لازقها في وش الطريق، او لازقها على طول على الاساسات اللي انا بنقل ليها، لا ما بعملش كده. فلازم ابعد شويه، فببعد الثلاثة من عشرة دي. فلو انا مش باعد المكان ده هتلاقيني بعمل ايه؟ لو انا مش مطلع الرفرفه دي يعني في السترينجر، هتلاقيني اعمل ايه؟ احط هنا سليبر، واحط سليبر على الطريق عشان القطر يطلع. بس هتلاحظ ان انا غصب عني لازم ابقى سايب المسافه دي، فالطريق فالمكان ده بقى كده بقى كريتيكال، لان المسافه وسعت قوي ما بين الاثنين سليبر، فبقيت انا خايف بقى على عجلات القطر في المكان ده. فبعمل ايه في الحاله دي؟ لا قال لك انا هطلع برفرفه شويه كمان مع السترينجر بحيث انها تديني فرصه احط كمان سليبر هنا. يبقى انا طالع الرفرفه دي كتدعيم للسكه الحديد. انا كده ولا كده هسيب الحته دي فاضيه عشان اعرف حتى احط كروس جردر، انت غصب عنك هتسيبها. لكن لو انت وقفت لي السترينجر جوه على وش السترينجر كده، على وش الكروس جردر اقصد، وحطيت لي هنا سليبر، وعشان تنقل لي بقى القطر للطريق بره حطيت لي هنا سليبر كمان،
فالمكان ده واسع، مسافة كبيرة، ان القطر ينقل من هنا لهنا في المسافة الواسعة دي، فبتضطر ان انت تطلع كمان الاسترنجر برفرفة عشان تحطي لي عليها كمان سليبر. يبقى انا عامل الرفرفة دي عاملها كتدعيم للسكة الحديد. طيب انا دلوقتي من شوية كنت بقول ان انا بصمم الاسترنجر، عندي حلين. لو انا هرسم باخد الاسترنجر دي كده، هتاخد يعني سيكشن، يعني دي كده السبورتات بتاعتي، السبورتات دي اللي هي الكروس جردر الشبابي. انا دلوقتي عندي حلين، يا اما ان انا كنت بصممها انها سيمبل، يعني بصممها انها كونتينوس، صح كده؟ هي دي حاله الكونتينوس بتاعتي، ما جبتش سيره قبل كده ولا جبت سيره حته الكانتليفر دي خالص. طيب بالنسبه للكانتليفر ده بقى بعمل فيه ايه؟ الكانتليفر ده انا بروح احط له هنا عجله 12 ونص طن. يعني انا لحد هنا، لحد المكان ده كده، انا ده تصميم الطبيعي، يا اما بتعامل مع سيمبل بالشكل ده، يا اما بتعامل مع الكونتينوس بالشكل ده. طب بالنسبه للجزء الكانتليفر بعمل فيه ايه بقى؟ قال لك لا، خلي بالك انا بحط له عجله 12 ونص طن. العجله دي بتعمل لي ام لايف لوب زائد امباكت، يتكون عندي هنا شويه مومنت نيجاتيف نتيجه العجله. سواء انت في حاله السيمبل هيتكون عندك شويه المومنت دول، سواء انت في حاله الكونتينوس هيتكون برضو عندك شويه المومنت دول نتيجه الفورس دي. يبقى انت في الحالتين هيتكون عندك مومنت نتيجه الكانتليفر، سواء انت كنت بتصمم سيمبل او بتصمم كونتينوس، دي بقى اللي ما فيهاش نقاش، هيتكون عندك شويه المومنت دول. طيب يبقى انا دلوقتي عندي ايه هي الاسترنج اكشن بتاعتي؟ انا عندي شير نتيجه المكان ده بقى كده بقى كونتينيوتي، فلما بروح احسب له شير، معلش يعني باخدها بطريقه تقريبيه كده، هي مش مظبوطه بالظبط بس باخدها بطريقه تقريبيه، باخدها نفس الشير بتاع حاله الكونتينوس سواء انا فوق ولا تحت. انا عندي هنا تو اوبشنز وانا بحل في الطبيعي، بس اول ما بدخل عند الاند براكت، الكانتليفر ده انا بسميه اند براكت، اول ما ادخل عنده ما بقاش عندي الاوبشنز دي، انا خلاص ما عنديش غير حاله الكونتينيوتي. طب حاله الكونتينيوتي دي بقى عندها ايه ستريننج اكشن؟ عندها شير، بس الشير ده انا هاخده 1.2 قيمه الشير في حاله السيمبل. ثواني بس احط الشاحن. عندي هنا الاسترنج اكشن عند الكونكشن بتاعتي شير، بس اخده بطريقه تقريبيه، هي مش مظبوطه على فكره، بس واخد انا كده طريقه تقريبيه يعني نمشي بيها الدنيا، هناخده 1.2 قيمه الشير في حاله السيمبل. طيب بالنسبه للمومنت، انا ما يهمنيش في المكان ده خالص غير المومنت اللي جاي من العجله اللي انا حاططها، ولا هبص بقى ان الكانتليفر ده له كده شويه لود ديد لود يعني احسب له مومنت، لا انا بهمله، بهمل اي حاجه، ما بيهمنيش في المكان ده غير العجله دي. يبقى شوف بقى احنا هنحل ازاي. الكونكشن بتاعتي كونكشن كونتينوس، هي نفس الكونكشن انا لسه حلها من شويه معاكم في كونتينوس، بس بالنسبه للستريننج اكشن قلت لكم بحط عجله 12 ونص على وش هنا الكانتليفر، بحسب منه مومنت، المومنت ده عباره عن ام لايف لود زائد امباكت ناتج من اللايف لود، يعني ده كده لايف لود، بهمل اي ام ديد، اصل الام ديد اللي جاي لك من هنا جاي لك حاجه كلام فاضي يعني من ال 30 سم دول، فهو اصلا بيبقى جاي لك، قصدي من ال 3 من 10 متر، 30 سم يعني حاجه كلام فاضي يعني ديد لود، فانت ما يهمنيش بس غير العجله اللايف لود دي، فتروح تعوض تجيب الام لايف لود 12 ونص في بعض الكانتليفر 35 من 100 متر يدي لك الرقم ده. بعد كده تروح تحسب الامباكت، فالامباكت انا باخده 2، انا المكان ده بالنسبه لي كريتيكال، فعشان هو كريتيكال ما بروحش بقى ان انا احط ال اي بقيمه ال 3 من 10 متر، لا ده انا باخد ال اي ماكسيمم طول بحيث ان هو يديني ماكسيمم دايناميك افكت. انا عارف ان ماكسيمم دايناميك افكت لو الناس فاكره الفايب بتتراوح ما بين قيمتين 1.1 ل 2، فانا هنا بالنسبه لان المكان ده كريتيكال، نهايه القطر ده مكان كريتيكال على فكره، فباخد عنده قيمه الدايناميك افكت ماكسيمم قيمه باخدها 2، فالاثنين دي الناس اصلا لو راحت عوضت حطت الفايب 2 هيطلع لها ال اي ب 3.6، فال اي ده ثابت على فكره، فانت ايه ما يعني كبر دماغك، هتكتب لي على طول القانون وتقول لي تيك الفايب 2، هتعمل كده. تروح تحسب الام لايف لود زائد امباكت، بتساوي الام لايف لود مضروب في الدايناميك افكت فاكتور، يطلع لك الرقم ده. يبقى الرقم ده هو اللي انا يهمني في الاسترنج اكشن اللي هنقلها عن طريق الاند براكت كونكشن، الام لايف لود زائد امباكت. طب بالنسبه للشير، هاخد بطريقه تقريبيه نفس الشير بتاع الكونتينوس،
فاخده، دي علامة ضرب بس يا شباب، دي يبقى ده الشير بتاع السيمبل، هضربه في 1 و2 من 10 يديني الرقم ده. يبقى انا هصمم على شير وهصمم على مومنت ناتج من اللايف لود زائد امباكت. دي كده الاسترنج اكشن بتاعتي. هعيد بقى اول مساله في السكشن، اروح احسب كونكشن تو ريزيست شير، واحسب مجموعتين مسامير ان 1 وان 2، واروح احسب كونكشن تو ريزيست مومنت، واحسب مجموعتين مسامير هما بيساووا بعض ان 3 وان 4، اختلاف بسيط خالص في البليتات. يبقى كونكشن تو ريزيست شير هتروح ترسم هي الرسمه دي هترسم مره واحده، يعني انت بترسمها وتفضل تعمل عليها ابديت وانت بتحل. يعني حسبت ان 1 تروح ترسم الانجل وتكتب ان 1، حسبت ان 2 تروح ترسم لها الانجلز في البلانات وتكتب ان 2، وهكذا. هي الرسمه بتترسم مره واحده وانت بتعمل ابديت طول ما انت ماشي. فهتروح تحسب ان 1 اللي هي اول مجموعه مسامير دي، شير على ان في البي في الاس، انا عندي شير لسه حاسبه على الان عدد 2 مستويين كسر، انها تتكسر هنا او تتكسر هنا. طلع لي الرقم ده، الرقم ده بقربه لاقرب رقم صحيح، يبقى انا محتاج 4 مسامير. هتروح ترص ال4 مسامير بتوعك، زي ما انا محتاج هنا 4 مسامير محتاج برضو الناحيه الثانيه 4 مسامير اللي هما ظاهرين لك ايه هنا دول. طيب ده كده ان 1. طب بالنسبه لان 2 يساوي الشير على الان في البي في الاس. الان 2 عشان تنقل لي من الانجل دي للويب الجديد بقى، بتساوي الشير على الان بقى 1 ولا 2؟ لا ده المسمار الواحد هيتكسر في مكان واحد. طب ليه يا هندسه ده انا شايفهم 2؟ لا ما انا بتعامل مع نص كونكشن يا شباب، ما ننساش بقى الحته دي. انا بتعامل مع نص كونكشن، فالمسمار اتكسر في كام؟ في هو كده المسمار بالنسبه لي اتكسر فين؟ هو مكان واحد بس. طلع لي الرقم ده، الرقم ده تقربه لاقرب رقم زوجي، فتاخدهم 8 مسامير 6 و17 من 100 قربها ل 8. 8 مسامير عباره عن 4 مسامير في 2 كولمز. يبقى تحط هنا 4، يظهر لك هنا 4، هما مرسومين بس مش ظاهرين لك قوي، ظهر لك هنا 4 وفي 4 في ظهرهم كمان. دول كده 8 مسامير اللي انا طلعتهم. كده انا طلعت الكونكشن تو ريزيست شير. طب بالنسبه بقى للكونكشن تو ريزيست مومنت، نفس الفكره، انا محتاج شويه مسامير هنا ان 3، ومحتاج زيهم تحت بسميه ان 4، نتيجه وجود فورس تنشن وكمبريشن نتيجه المومنت. تروح تحسب التنشن والكمبريشن، بتساوي المومنت على الدبس. الدبس ده بتاخده من سنتر للسنتر، يبقى المومنت على الدبس. تروح تعوض تطلع لك دي قيمه التنشن او الكمبريشن اللي عندك. بعد كده تروح تحسب عدد المسامير، نفس القانون، لان انا عندي الفورس دي بتعمل لي قص على مستوى على مساحه المسمار، بتعمل لي قص. يبقى التنشن او الكمبريشن على الان في البي في الاس، الان بقى بكام؟ كام مستوى كسر؟ ما عنديش غير واحد، ولو حصل هنا كسر يحصل في مكان واحد، ما هو المسمار رابط حاجتين مع بعض، يبقى يحصل في مكان واحد. يبقى الان بواحد. طلع لي الرقم ده، الرقم ده لما يطلع تقربه لاقرب رقم زوجي، عشان اتفقنا ان عدد المسامير دي انا برصها على صفين، فهو هنا طلع 4، يبقى هرص 2 هنا و2 جنبهم كمان على صفين. نفس عدد المسامير اللي طلع لي فوق هو اللي انا محتاجه تحت، ونفس اللي انا حسبته بقى في الناحيه اليمين هحطه في الناحيه الشمال. يتبقى لي بقى المكان اللي مع الكروس جيردر فوق ده، بحط له مسامير ملهاش تصميم، برصها وخلاص على ماكسيموم بيتش. خلي بالنا ان انا كنت هناك ببقى راسم سترينجر يمين وشمال وحاطط خط قطع يمين وشمال، لكن انا هنا شايفين انا راسمه بالظبط الكانتليفر، انا مش عامله خطوط قطع، انا مقفله السترينجر بتاعتي لو الناس واخده بالها. فدي كده فروقات بسيطه. هروح بقى اتعامل مع الاور بليت واللور بليت واشوف ايه الفرق اللي فيهم بقى. بالنسبه للاور بليت، هتروح ترسم كروس جيردر بتاعتك وترسم السترينجر. متفقين ان السترينجر بتقف، الفلانجه بتاعتها بتقف على وش الكروس من ناحيه اليمين والشمال، لكن الويبات بتكمل، الويبات مكمله. بس خلي بالنا بس في غلطه، ان الويب ده المفروض ان هو داش، الويب ده داش يا شباب، لان انا واقفه في بلان، فالويب اصلا عمره ما يبقى ظاهر لك. الويب ده بيبقى داش، الويب اللي جوه ده والويبات دي برده داش كلها، دي بس يعني غلطه مني. طيب اروح احسب بقى، انا من شويه طلعت ان انا محتاج 4 مسامير. خلي بالنا عايز اقول حاجه، مينيمم المسامير اللي هتحطه في الناحيه الواحده هم 4. يعني افرض طلع لك من التصميم 2، هتروح تحط له هنا 1 وهنا 1؟ لا، مينيمم مسامينك 4. ماشي يا شباب، اتفقنا كده؟ وهتلاقي ان المسامير دي مينيمم تقريبا يعني في حدود 3 ولا حاجه، ما يقلش عن 3. مينيمم المسامير دي 4، 2 في 2. ماشي كده اتفقنا؟ طيب بالنسبه بقى للبليت، انا هنا رصيت ال4 مسامير 2 في 2، ورصيت الناحيه الثانيه 4 زيهم، هيتبقى لي المكان ده فاضي. هتروح تحط فيه مسامير ماكسيموم بيتش،
هي اصلا يعني انت ما عندكش غير في البليت، البليت ده لو خدنا بالنا ان هو مش زي البليت اللي هناك اللي بتاع الكونتينوس، مش انا كنت بقفل كده بليت وبعمل كده، مش انا كنت بعمل الحته دي، لا قال لك في حته البراكت ما بنعملش كده، احنا بناخد البليت بابعاده بالظبط اللي بتطلع لك، يبقى في حته البراكت انا ما بعملش كده. بس كده ولا كده يا شباب الناس مش واخده بالها، انا كنت هناك بكبر البليت عشان ببقى خايف ببقى قاطع في الفلانجه والحته دي بقت كريتيكال بالنسبه لي ومش عارف ايه، لكن لا انت اصلا ممكن المكان ده تبقى مصممه سم، انت اصلا مش محتاج الفلانجه كمان هنا، يبقى انا في الحاله دي مش محتاجه اكبر البليت بتاعي، انا في حته الكانتيليفر دي البراكت ده انا عامله ليه؟ تدعيم للسك الحديد، فحط لي البليت وخلاص بالابعاد الحقيقيه اللي هتطلع لك على طول. فتيجي هنا تحط البليت بتاعك ال ابر بليت بيساوي بي فلانج كروس جيردر، ده كده البي فلانج بتاعت الكروس جيردر زائد عدد المسامير يمين وشمال مضروبه في، تاخد ال ان 3 البيت برضو من 3 ل 6 الفاي بولت تاخدها 10 سم هيطلع لك الرقم ده، يبقى انا عرفت ان ده 70 سم. طب بالنسبه لعرض البليت، عرض البليت هو نفسه عرض الفلانج بتاعت السترينجر. طيب خلي بالي ان انا هناك او هقولها تاني، ماشي. بالنسبه بقى للسيكنس انا كده عرفت خلاص ابعاد البليت بتاعي. طيب بالنسبه للسيكنس انا عندي قوه تنشن هنا، قوه تنشن تعمل تنشن ستريس على مساحه، توفير المساحه هي دي المساحه بتاعتي اللي بتتاثر بالتنشن ستريس اللي هيحصل لها كسر، فتروح تعوض. بس خلي بالي ان ده تنشن فبيأثر على اريا نت، يبقى انا دلوقتي عندي اف اكتشوال بتساوي تنشن على اريا نت، هساويها بالاف الاوبل 58 من 100 اف فيلد، بالنسبه للاريا نت بتاعتي عباره عن العرض ده مضروب في السكنس. بس هل هاخد العرض كامل؟ لا ده انا هاخد النت، يعني هخصم منه مساحه المسامير، بس مساحه المسامير ما بشيلهاش كده قطر بس، ده انا باخد كمان مساحه خلوص، لان انا ببقى فعلا فاتح للمسمار فتحه مش قد المسمار بالظبط، لو عملت كده مش هعرف ادخله، بس سايب لي مساحه خلوص كده 2 من 10 سنتي. يبقى البي بليت ناقص الان في الدي زائد 2 من 10 سنتي تعوض، ما يتبقاش عندك مجهول غير التي ابر بليت، تروح تعوض في القانون ده 58 من 100 اف فيلد تساويها بالفورس على الاريا، عندك مجهول السكنس يطلع 89 من 100 سنتي، تقربه لاقرب 2 من 10 سنتي فتاخده 1 سنتي. ده كده بالنسبه للابر بليت. طب بالنسبه لللور بليت بقى هتروح ترسم، هو حضرتك في عرض البليد ده سيب سنتي برضو ولا 2 سنتي لا ولا؟ مش هنسيب، اللي عايز يسيب يسيب، بس احنا هنا ما بنسيبش في الاند براكت، بس اللي عايز يطلع او كنت انا اصلا هرجع اقول لكم عليها، انا كنت بقول لكم بنسيب 1 سم يمين وشمال، لا هي 1 سم الاثنين مع بعض 1 سم، يعني بتسيب نص سنتي يمين وشمال، يا اما تسيب 1 سم يمين وشمال يديك ال 2 سم على بعضها، كنت هرجع اقول لكم عليها دلوقتي. في اللي هناك كنت بقول لكم 1 2 سم، الواحد ده اللي هو ايه؟ يعني نص يمين وشمال، وال 2 سم يعني 1 سم يمين وشمال، تمام كده؟ عشان ما كانتش واضحه بس وانا بقولها. بالنسبه للور بليت بقى المفروض ان انا باخد كروس سيكشن، باخده كده من جوه، يعني لو انا عندي هنا دي الكروس جيردر دي السترينجر، فباخد كروس سيكشن 2 2 ده باخده من جوه هنا من جوه الويب بتاع السترينجر، فلما باجي اقطع بتلاقي ان السترينجر كلها ظاهره لك عندك خطوط سوليد، الويب بتاع الكروس جيردر طبعا بما انك قاطع فيه فبيظهر لك سوليد، بعد كده بيبقى عندي هنا بليت تحت فاتح له فتحه في الويب بتاع الكروس جيردر ومعدي منه البليت، فالبليت هو المفروض ان هو تحت السترينجر على طول وانا واخداه بابعاده بالظبط، فالخط الداش الوحيد هيبقى بتاع البليت من اللي من تحت من هنا، ده كده داش. وبالنسبه للكروس جيردر برضو الفلانجه بتاعتها اللور دي هي اللي ظاهره لك هنا، فالخط بتاعها هيبقى داش داش تحت البليت، لكن بعد كده سوليد بقى عادي، حته السوليد والداش دي وانتوا بترسموا بايديكوا هتبقوا مستوعبينها يعني. طيب انا من شويه طلعت الان 4 ان انا محتاج 4 مسامير، الاربع مسامير دول بروح احطهم ازاي؟ على صفين 2 في 2 زي ما عملت يمينك هتعمل شمالك لانها سيمتريه، وبعد كده تبعد بيتش على الاثنين وتقفل البليت بتاعك وتقفله بالظبط بقى في الاند براكت، بناخده بالظبط اللي عايز يبعد 1 سم نص كده نص كده يعني ماشي مفيش مشكله، بس احنا عاده بنقفله بناخده بالظبط. هتروح تحسب الابعاد بتاعتك بقى ال ال بليت، فال بليت في الحاله دي عباره عن التي ويب بتاع الكروس جيردر زائد بيتش في عدد المسامير. خلي بالي هنا انا كاتبه ان 4، على فكره ان 4 دي انا حطاها 2 في 2، بس عشان انا حطيت هنا 2 وهنا 2 كمان الناحيه الثانيه
فما كده انت بتقولي ان اربعه يعني، مع ان اربعه انا حطها اتنين في اتنين لو الناس واخده بالها، فالمفروض ان انا عندي هنا اتنين بس، بس عشان عندي يمين وشمال، فلو جيت تحسب عدد البيتش هتطلع كده يعني. يبقى ان اربعه في البيتش يطلع لك ال بليت 41 و75 من 100 سنتي، تقرب لاقرب رقم صحيح تاخده 42 سنتي يعني. بعد كده بالنسبه للبي بليت، البي بليت هاخده بالظبط البي فلانجه بتاعت الاسترينجر. طيب بالنسبه للسيكنس، والله عندي مساحه متعرضه لكود كومبريشن، فالكومبريشن ده بيعمل لي كومبريشن ستريس عليها، على مساحه قد ايه؟ مساحه عرضها البي بليت وقصدي طولها يعني بي بليت والسيكنس بتاعها اللي انا بدور عليه، يبقى عرض بي بليت والسيكنس اللي بدور عليه دي المساحه. طب بما ان دي كود كومبريشن، فالكومبريشن ما يهموش اماكن مسامير، الكومبريشن اصلا يعني بيزود على فكره ستريس سترنس المسامير في المكان ده، ده بيبقى كانه انا بالنسبه لي في الكومبريشن ببقى مبسوط منه، لانه اصلا بيبقى ضاغط لي المكان كله مع بعضه، لكن التنشن بيحاول يشيل المسمار، بيحاول يسحبه، هي دي مشكله التنشن، لكن الكومبريشن بيثبت المسامير اكتر، فبالتالي انا بتعامل مع المساحه كلها. فلما اروح احسب التي بليت عندي ستريس بيساوي فورس على اريا، بساويه بالالوبل 58 من 100 اف يلد، الاريا بتاعتي عباره عن البي بليت في السيكنس، هتروح تعوض ما يبقاش عندك غير المجهول اللي هو السيكنس، طلع السيكنس، متعودين ان السيكنس مينيمم 8 من 10 سنتي، يبقى انا عندي هنا السيكنس المينيمم بتاعي اخده 8 من 10 سنتي، لو طلع اكتر من كده بتقرب لاقرب 2 من 10 سنتي. دي كده الكونكشن، الكونكشن بتاعت الاند براكت هي نفسها الكونكشن بتاعت الكونتينوس. الفرق الوحيد بس في ايه؟ في الاسترنينج اكشن ما اهتمتش غير باللايف فلود اللي جاي لي من العجله اللي حطيتها على كانتليفر، واهتميت بالشير، والشير اصلا كده ولا كده ما انا واخد فيه تاثير الديد، واخده بزياده على فكره، انا لما اخدت 1.2 من 10 كيو ديد زائد لايف زائد امباكت انا واخده بزياده، فانا مامن نفسي. فرقت بس في الابر بليت واللور بليت ان انا خدتهم بمقاساتهم بالظبط، يعني بالبي بليت بالبي فلانجه بتاعت الاسترنجر بالظبط، ما كبرتش عن كده. حد عنده مشكله يا شباب في الكونكشن؟ لا تمام، مفيش مشكلة فيه. طيب يا شباب دلوقتي كل واحد كان مصمم بقى الاسترينجر بتاعته، يشوف مصممها سيمبل ولا كونتينوس، يحل لي الكونكشن. مش هطلب الاند براكت يعني، عادي بقى الناس تذاكرها وخلاص، بس الناس تذاكرها لان ساعات بتطلب عادي في الامتحان يعني، ممكن يقول لك صمم اند براكت. المفروض ان في نص كمان للسكشن الحقيقه يعني، بس انا ما بحبش اشرحه عشان الناس بتفصل جامد، بيبقى يعني بحس لود على عليكم، لما جربتها الترم اللي فات ما عرفتش اشرحه الحقيقه، فاحنا هناخده المره الجايه كده ولا كده. المره الجايه سكشن لطيف يعني صغير، ما بيكملش بتاع تلت ساعه ولا حاجه، فنص السكشن المره الجايه هيبقى المفروض ان هو نص السكشن بتاع المره دي، بس عشان الناس ما تبقاش ما تفصلش مني وتعرف تذاكر برضه. بس كده ماشي يا شباب، توفيق إن شاء الله. شكرا. معلش انا بس كنت عايزه اوريكم حاجه، انا حاطه لكم هنا في الاخر الجدول بتاع المسامير اللي هو فيه ان انا بدخل هنا على ام 24، هتلاقي ان ده كود الاي اس دي اللي انا نزلته لكم قبل كده، مقسمه لقسمين كده، قسم بتاع البريدج، فانت بتدخل في البريدج تدخل على مسامير ام 24، تدخل على الستيل بتاعك ده ستيل 44، فتدخل هنا احنا بندخل على كيس 1، فكيس 1 دي هتطلع ان انت عندك البي اس هنا ب 5 55 من 100 طن. انا بس موريها للناس عشان ما يبقاش عندها نفسها تشوف هي جايه منين يعني، كده ولا كده هي دايما بتيجي جيفن ودايما بتيجي الرقم ده، دايما بتبقى مديها لك، وانت في مشروع هتستخدم برضو ام 24 جريد 10 9، لان احنا طبعا في الكباري لازم نستخدم هاي سترينث بولت، بتستخدم جريد 10 9 والبي اس بتاعتك 5 55 من 100 طن. مع السلامة بقى، حد عنده مشكلة تانية؟ هو باشمهندس بس الرسومات زي ما حضرتك رسمة كده صح؟ بالظبط زي ما انا رسمة، بس انا مش مكملة ابعادي، انا عايزاكم تروقوا على الرسمة يعني، تحط لي المسمار ده اسمه ايه؟ كام مسمار؟ فانت هتعمل لي هنا سهم وهنا سهم مثلا، وتقول لي دول اربع مسامير ام 24 عباره عن 2 بولت في 2 كولم، تقول لي ان دي اسمها اتش اي بي زي ما انا كاتبه، تكتب لي الابعاد دي ما تسيبهاليش انديكيشن كده، تكتب لي طلعت كام بالظبط، هو ده بس اللي انا طالباه. هنزل لكم مساله انا كنت حلها الامتحان قبل كده يعني بالظبط اللي مطلوب منكم، هنزلها لكم دلوقتي مع السكشن. تمام، شكرا.